فقرة جديدة في هذا الصباح بنتكلم فيها عن آخر الأخبار اللي بنستعرضها في صحافة اليوم، وأيضا كمان آخر الأخبار الموجودة على الساحة المحلية. النهاردة في مؤتمر مهم جدا لوزير الكهرباء، هيتكلم فيه عن تفاصيل خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. معانا من مقر المؤتمر زميل أشرف مبارك. أشرف، صباح الخير أولا، وياريت تكلمنا عن التفاصيل أو المعلومات الموجودة عندك عن مؤتمر النهاردة. بالفعل أحمد، برحب بيك يعني من مقر انعقاد مؤتمر الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. سوف يشهد هذا المؤتمر وزير الكهرباء ووزيرة التعاون الدولي وأيضا سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وسوف يتم توقيع الاتفاقية عن طريق الفيديو كونفرنس بين مصر والسعودية. يعني هذا المشروع سوف ينتهي في قرابة 36 شهر، هذه هي المرحلة الأولى منه، أما يعني المرحلة النهائية من هذا المشروع سوف تستمر حتى 52 شهر، يعني من المقرر أن تنتهي في عام 2023، كان المفترض أن تنتهي في عام 2022، لكن بعد تحويل مسار الخط الكهربائي بين مصر والسعودية بسبب مشروع نيوم تم تغيير المسار، وبالتالي يعني زادت عدد السنوات التي سوف يتم تنفيذ فيها هذا المشروع. هذا المشروع سوف يعني يتكلف استثماراته نحو 1,800,000,000 جنيه، مصر سوف يعني تستثمر فيهم 600 مليون دولار. يعني هذه الاستثمارات سوف تكون بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للتنمية، وسوف يتم إقامة محطتين للمحولات في مدينة بدر استعدادا لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة أيضا إلى محطة أخرى لمفاتيح الربط الكهربائي بين الخط البحري والخط الهوائي الذي سوف ينقل الكهرباء إلى السعودية. إجمالي يعني ما سوف يتم نقله من كهرباء من يعني هذا المشروع نحو 3,000 ميجا وات، وهي يعني كمية كبيرة سوف يتم يعني تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. هناك أيضا مشروعات ربط أخرى يعني تكون مصر يعني تصدير الكهرباء من خلالها. هناك مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسودان، وأيضا هناك كان يعني التقى وزير الكهرباء السفير القبرصي لعقد اتفاقية أيضا لتصدير الكهرباء إلى يعني دولة قبرص، وبالتالي إلى عدد من الدول الأوروبية. إذن هي مشروعات كبيرة لربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار، أيضا قد تمتد إلى الأردن وليبيا وبعض الدول المجاورة. هناك أيضا يعني هذه المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع تشمل أيضا رفع كفاءة يعني خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 245 ميجا وات إلى نحو 300 ميجا وات. زميل أشرف مبارك مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد مؤتمر وزير الكهرباء حول مشروع الربط الكهرباء بين مصر والسعودية. ببدأ مع حضراتكم جولتنا في صحافة اليوم من جريدة الأهرام الصفحة الأولى، والخبر الأبرز في الصفحة الأولى: منظومة متكاملة لاستغلال موارد المياه المتاحة، الرئيس السيسي بيقول التوسع في نظم الري الحديث ومحطات تحلية مياه البحر. تفاصيل الخبر سريعا بتقول أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية مياه البحر بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء في محطات المعالجة والتحلية أو التوسع في نظم الري الحديث أو التقنيات الزراعية المتطورة أو الإدارة الرشيدة للمياه. والمتحدث باسم الرئاسة صرح بأن الاجتماع استعرض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة. طيب نروح لخبر آخر من جريدة الأخبار والصفحة الثالثة. البنك المركزي بيقول تعديلات على مبادرة التمويل العقاري. عدل البنك المركزي بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، واللي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40,000 جنيه للأعزب و 50,000 جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام بدل من 20، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة. من جريدة الجمهورية
خبر بيقول ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.8 مليار دولار. الخبر من الصفحة الأولى وتفاصيله سريعا بتقول أنه البنك المركزي المصري أعلن أمس ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وقال البنك أن صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي سجل بنهاية سبتمبر الماضي 40.825 من ألف مليار دولار، مقارنة ب 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليها. طيب احنا معانا على التليفون الدكتور عمرو سليمان للتعليق على هذا الخبر، هو أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. تعليق حضرتك على الخبر اللي بيتكلم عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والسياسات الاقتصادية اللي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية. يعني احنا في الحقيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والرؤية رؤية القيادة السياسية للاقتصاد المصري كان علاج المشكلات من جذورها. وبالتالي شفنا توسعة والقناة الجديدة في مشروع تنمية قناة السويس اللي جزء منه كان القناة الجديدة والمنطقة الاقتصادية. شفنا مع نهاية عام 2016 سياسة سعر صرف جديدة وتعويم للجنيه، وقلنا وقتها إن دي مواجهة لمشاكلنا وعلاج يبدو صعب ومكلف في الأول، ولكن تبعاته هتكون إيجابية في الأجل المتوسط والطويل. وده اللي حصل، إن بعد ما كان الاحتياطي المصري تراجع في عصر الإخوان إلى 14 مليار دولار، رجعنا تاني نشوف ووصلنا لغاية قبل جائحة كورونا إلى أكثر من 45 مليار دولار. ثم شفنا إزاي الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا ورغم الأزمات اللي مرت فيها بالعالم كله وعملات تأثرت تأثر كبير وانهارت واحتياطيات تراجعت وانهارت، شفنا إزاي حدث تراجع مؤقت في احتياطي النقد الأجنبي المصري، ثم ما سرعان رغم الظروف هذا الاحتياطي يعاود الزيادة شهر بعد الآخر. زيادة سبتمبر ليست الزيادة الأولى، أيضا حضرتك لو رجعت هتلاقي أرقام أغسطس وأرقام يوليو وأرقام يونيو فيها زيادة دائما متزايدة بسبب زيادة عائدات قناة السويس من ناحية، زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج المصدر الأكبر والأهم للنقد الأجنبي اللي ما بيغزلش الاقتصاد المصري ابدا في كل الظروف وفي كل العوامل. وبالتالي بنشوف الجنيه المصري قوي وقيمته بالعكس تزايدت رغم جائحه كورونا، الا ان سعر الصرف تراجع ل 15 جنيه 60 و 15 جنيه 70 زي ما احنا بنشوف دلوقتي، على الرغم من ان كتير من العملات في العالم تراجعت بسبب الازمه. بشكرك دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. بواصل مع حضراتكم باقي أخبارنا من جريدة المصري اليوم. النواب يوافق على تغليظ عقوبة التنمر بقانون ذوي الإعاقة والموافقة على تشكيل القومي لحقوق الإنسان. مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر، ونص في مادته الأولى على أن يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة جديدة برقم 50 مكرر بتنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 أو إحدى هاتين العقوبتين، وده إذا وقعت جريمة خاصة بالتنمر. كمان المجلس وافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة القيم. عودة مرة أخرى لجريدة الأهرام، والمرة دي الخبر بيتعلق بالجامعات والمدارس، والخبر بيقول الجامعات والمدارس تستعد لاستقبال الطلاب السبت المقبل. وسريعا تفاصيل أنه الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا بتستعد لاستقبال حوالي 3 مليون طالب مع بدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية
المشددة والانتهاء من تطعيم أكبر عدد ممكن من منتسبي الجامعات بلقاح فيروس كورونا وتعقيم وتطهير المدرجات. طيب معنا للتعليق على هذا الخبر دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وبدء العام الدراسي الجديد، كلمنا عن استعدادات المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب إن شاء الله يوم السبت المقبل. خلينا نهنئ مع حضرتك 26 مليون بيت مصري، منها 3 مليون للتعليم الجامعي و23 مليون للتعليم ما قبل الجامعي. عام دراسي جديد بكل المقاييس، لأن الطلاب هيتم حضورهم للمدارس والجامعات وهيبقى في درجات للحضور والانصراف وفي درجات لأنشطة سوكاتو في التعليم ما قبل الجامعي. أيضا في منصات تعلم متعددة، يمكن طلاب الجامعات بيحظوا برعاية كبيرة جدا هذا العام لافتتاح الجامعات الأهلية، وفي جامعات دولية وعالمية على أرض مصرية فيها 53 تخصص جديد في هذه الجامعات بيقدم للطلاب بيرتبط بسوق العمل. أيضا في أساتذة مستخدمين من الجامعات الخارجية للقيام بالتدريس في هذه الجامعات الأهلية. في الجامعات أيضا التكنولوجية 3 جامعات، في الجامعات الدولية والجامعات العالمية والجامعات الأجنبية، وكل هذه الجامعات تحقق يعني استثمار وعوائد بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، لأن طلاب الدول العربية بيتم إفادهم إلى الجامعات الجديدة المصرية اللي هي بتقدم برامج دولية وبتقدم يخدمها أساتذة متخصصين. أيضا في طبعا من أول يوم من أيام العام الدراسي تم نزول الجداول في الكليات والمعاهد العليا، وتم تخصيص منصات لعملية التواصل بين الطلاب وبين الأساتذة. وأيضا في المدارس تم تخصيص أميدو، دي منصه تفاعليه ومنصه وزاره التربيه والتعليم. نعم. وفي منصه في اللي هو البرامج مدرستنا واحد مدرستنا اثنين وبرامج حصص مصر، دي كلها بتوفر تعدد وتنوع في مصادر التعلم بالنسبه للطلاب. تمام، بشكرك جدا دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، وبنتمنى إن شاء الله أنه يبقى عام دراسي جديد ومثمر بإذن الله. وإذا كنا بنقول أن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات، فبالتأكيد رجوع طلابنا للمدارس والجامعات ده أحد أشكال الانتصارات على التحديات بعد عامين من الغياب عن المدرجات والفصول. عايزين نرجع تاني بكل طاقة وتحمس للاستيعاب حضوريا في المدارس، ونتغلب على الخوف من جائحة كورونا. أي تحدي ممكن يقابلنا أو يواجه هدفنا في التعلم والإنتاج. بشكركم جدا مشاهدينا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة. وطبعا على شاشة النيل طول اليوم أكيد كلها مواد بنذاعها متعلقة بهذا الانتصار المجيد. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ونشوفكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء. أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطاً وإنما كانت كبوة عارضة، وأن حركتها لم تكن فوراناً وإنما كانت ارتفاعاً شاهقاً. لقد أعطى شعبنا جهداً غير محدود. التاريخ العسكري
جيلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة.